هذا وتوفي وأصيب 7 مسافرين إثر انقلاب شاحنة متوسطة محملة بالبضائع كانوا يستقلونها على طريق جبلي جنوبي تعز في ظل الحصار المستمر الذي تفرضه الميليشيا الحوثية الإرهابية وإغلاقها للطرق الرئيسية. وأفادت مصادر محلية اليمن شباب أن الحادث وقع على طريق الصحا بالمقاطرة جنوبية تعز، وتوفي بسببه 2 وأصيب 5 آخرين وسط حوادث متكررة على الطرق الجبلية التي يسلكها المسافرون والشاحنات المحملة بالبضائع. والثلاثاء الماضي توفي سائق شاحنة محملة بالسكر عقب انقلابها إثر سلوكها طريق الأقروض الوعرة بسبب استمرار الحصار الحوثي. وكان تقرير قد رصدته منظمة رايتس رادر لحقوق الإنسان هذا الأسبوع رصدت فيه وفاة 142 شخص في حوادث سير عبر الطرق البديلة في وقت تواصل الميليشيا فرض حصار مطبق على مدينة تعز وترفض تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها الهدنة الأممية وعلى رأسها فتح الطرقات الرئيسية لمدينة تعز وغيرها من المحافظات. معنا الناشط الحقوقي علي الصراري، نرحب بك. إذا تزايدت مؤخرا حوادث السير على الطرق البديلة في تعز وذلك في ظل تعنت الميليشيا الحوثية ورفضها إنهاء الحصار، برأيك إلى متى ستستمر معاناة السكان في سلوك طرق وعرة للتنقل في ظل الرفض الحوثي لفتح الطرق الرئيسية على الأقل بموجب الهدنة؟ أسعد الله بالخير مساءك أخي الكريم والسادة. أهلا بك. بطبيعة الحال سيدي الكريم، هذا الحصار خلال هذه المدة خلال هذه الفترة هو أطول حصار في التاريخ من أجل الضغط على أبناء تعز ليسلموا لهذه الميليشيات بتواطؤ أممي، بتواطؤ من قبل المبعوث الأممي هانس جولدنبرغ الذي زار السعودية، وكذلك الإدارة الأمريكية التي تزور السعودية حاليا من أجل تثبيت الهدنة التي لم يرى منها الشعب اليمني سوى الطرف. الهدنة لها 4 أشهر إلى الآن، 4 أشهر لم يتحقق منها سوى منفعة الحوثي ويضر الشعب اليمني. ما الإيجابيات التي استفاد منها الشعب اليمني كافة وأبناء تعز خاصة؟ الحصار ما زال مستمر، تجديد الحصار ما زال مستمرا، المندوبين العسكري و الإنساني كما يتحدثون زاروا المدينة وشاهدوا المجازر وشاهدوا الطرقات وشاهدوا التعرضات التي يمر منها أبناء هذه المدينة والخطورة المحدقة على أبناء هذه المدينة بشكل مستمر. لن تتوقف هذه الحوادث ولن تتوقف الانتهاكات إلا عندما نسلم أبناء تعز مدينة تعز لميليشيا الحوثي. هذا مخطط المجتمع الدولي وهذه الطبخة الجديدة من أجل فرض واقع معين هذه المدينة والقبول بالحوثي والقبول بكل مقترحات الحوثي والقبول بكل الطرق التي اقترحها الحوثي. هذه ضغوط تمارس على المجلس الرئاسي والقيادات العسكرية وتمارس على أبناء تعز من أجل إهمالهم وكسرهم من أجل القبول بهذه الميليشيات لتحكم وتتبع عرش السلطة. الأمر أصبح واضحا، المبعوث الأممي لم يذكر ميليشيا الحوثي بأنها هي من تقوم بزراعة الألغام وتقوم بتشديد الحصار على المدينة واستخدام معدات عسكرية واستخدام أفراد من تلك الميليشيات من أجل استحداث مواقع جديدة، وهو ما يحصل بالفعل الآن. المواقع الجديدة يتم قمص أطفال تعز من تلك المواقع، مجزرة في مقبرة، مجزرة في مدينة القاهرة في الروضة، ومجزرة في ومجزرة في الضباب، وهناك مجازر متعددة وسوف تستمر هذه المعاناة طالما المجتمع الدولي يتواصل. نعم، في هذه المجازر كذلك نتحدث عن إحصائيات الحوادث التي تقع في هذه الطرق البديلة لمدينة تعز. هناك تعنت حوثي وكذلك هناك تواطؤ دولي، ماذا عن الدور الحكومي في تأهيل هذه الطرق البديلة؟
هي طرق لا حتى وإن أهملت في هي لا تصلح لمرور المعدات الثقيلة أو المركبات، هي طرق ليس فيها معالم الطرق أصلا، هي طرق كانت مهجورة وهي يعني على سفوح الجبال وبعيدة كل البعد عن المناطق الرئيسية. تعز معروفة أنها لديها مناطق رئيسية، دولة القصر، الحوبان هذه المنطقة الشرقية، عصيفراء 60 و50 مع المنطقة الشمالية، حدران الربيعي الدور، هذه التي توصل إلى الحديدة وإلى المخا. نعم، لكنها محاصرة منذ 8 سنوات. لديها عدة، هي محاصرة منذ 8 سنوات والحكومة تعلم بأن الميليشيا لن تفك هذا الحصار. إذن 8 سنوات أليست كافية لوضع طرق بديلة للسكان وإنهاء معاناة مدينة تعز؟ المنفذ الوحيد الذي يعني تم تطوره من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني هو منفذ طريق تعز التربة، وهي طريق غير مؤهلة، وتم يعني قدرة المشروع على 3 شركات من أجل صيانة هذه الطريق، وبقدرة قادر يتم إلغاء ذلك المشروع لتزداد المعاناة، لتزداد الحصار، لتزداد التقطع في محافظة لاحق لأبناء تعز وقتلهم في تلك المناطق من قبل ما يسمى بقوات المجلس الانتقالي، الأمر خطير للغاية. كذلك فشل السلطة المحلية التي تبحث عن إنارة الشوارع ولا تبحث عن ما يمر من ما يخفف من المعاناة الإنسانية من لأبناء هذه المدينة وفق منفذ إما بالقوى العسكرية. سيدي الكريم، نحن نستغرب جدا، الجميع يعلمون ومنهم الحوثي بأن أبناء تعز قادرون على فتح هذا المنفذ الشرقي والشمالي والشمالي الغربي إلا يعني بقوى العسكرية، إلا أن التدخل الساهر الذي حصل من الأمم المتحدة لإنقاذ ميليشيا الحوثي أو بالأصح لإنقاذ ما تبقى من هذه الميليشيات ينقذوهم بالاتفاقيات والهدى. سيدي الكريم، العراق تعاني إلى الآن بسبب الهدر التي تمددت لأكثر من 10 سنوات ظهر ما يسمى بالحشد الشيعي الذي دمر الحرف والنسل ودمر الثقافة الإسلامية والهوية الإسلامية والوطنية في العراق. هم الآن يعني توجهت البصرة نحو اليمن من أجل واقع معين كما حصل في العراق وسوريا. شكرا لك الناشط الحقوقي علي الصراري، كنت معنا عبر الهاتف.